المصري المدني المصري لما ذكر انه عقد الشركة هو العقد الذي يعقده اثنان او يتفق بمقتضاه شخصان او اكثر على انشاء شركة. وده النص اللي اكده نص المادة 20 من قانون التجاري المصري، اللي عرف شركة التضامن مثلا بان شركة عقدها اثنان او اكثر. وبرضه المادة 23 من قانون التجاري المصري، قانون التجاري القديم، اللي كان بيتكلم بشكل توصيل بسيطة برضه إن يعقدها اثنان أو أكثر. البعض بيقول إنه لا يجوز اعتبار ركن التعدد ركن الخصم في عقد الشركة، لأنه ركن مفترض أصلا، وإن إحنا مش هينفع ننشئ شركة إلا إذا كان في شخصين أو أكثر. وبالتالي فإن ده طبعا يجعل الأمر زي ما قلت دلوقتي. طبعا الرأي ده كان الرأي الثاني اللي بيقول ده صح مسلك المشرع المصري، لأنه بيتفق مع واحد الذمة المالية. وقلنا طبعا إن المشرع دلوقتي اعترف بشركة الشخص الواحد، وبالتالي حتى أجاز للشخص إنه يقتطع جزء من ذمته المالية وجزء من أمواله ويجنبه ويمارس به نشاط اقتصادي أو نشاط تجاري، وتكون مسؤوليته محدودة في حدود هذا الجزء المستثمر في هذه الشركة. وبالتالي اعتراف المشرع المصري في بشركة الشخص الواحد يعد خروجا على القاعدة العامة في القانون المصري بضرورة تعدد الشركاء. طيب، هناك استثناءات طبعا على موضوع التعدد، اصلا كانت موجوده قبل المشرع يعترف بشركه الشخص الواحد، زي مثلا ان الماده الثانيه من قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 سنه 1991 اعترف للشركه القابضه بالحق في تاسيس شركه مساهمه بمفردها، الحق في تاسيس شركه مساهمه بمفردها. كمان نص يعني يجوز للشركة القابضة وهي كشركة وحيدة، يجوز لها أن تنشئ شركة مساهمة بمفردها، وده خروج عن القاعدة العامة في التعدد. كمان نص المادة الثامنة من قانون رقم 159 لسنة 1981 اللي هو عن تأسيس الشركة، إن كمان بيقول إن عقد، رغم إن بيقول المادة الخامسة بيقول اثنان أو أكثر، إن المساهمة إن لا يقل عدد الشركاء في شركة المساهمة عن ثلاث شركاء، إذا قل اعتبرت الشركة منحلة بقوة القانون. وبالتالي إذا قل عدد الشركاء في شركات المساهمة، ودي المثال البارز والواضح جدا فيما يتعلق بالواقع المنتشرة في الواقع العملي، إذا قل عدد الشركاء في شركة المساهمة عن ثلاث شركاء، اعتبرت الشركه منحله بقوه القانون، الا المشرع ترك او سمح لهم بفتره انتقاليه اللي هو يجوز لهم استكمال المصاب القانوني خلال 6 اشهر. الاستثناء الثالث يتعلق بعدم استلزام حد اقصى لعدد الشركاء. المشرع لم يستلزم حد اقصى لعدد الشركاء بصفه عامه في القانون المصري الا في نوع واحد بس، هي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ودي قال إن الشركة هي الشركة التي لا يجوز أن يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 شريك، وده طبعاً استثناء على موضوع الحد الأقصى. المشرع لم يضع حداً أقصى لعدد الشركاء في القانون المصري إلا في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، واللي قال إن برضه لا يزيد عدد الشركاء فيها عن 50 شريك، وإذا قل العدد عن ذلك أعطى الشركاء مدة سنة. إذا زاد العدد عن ذلك أعطى الشركاء مدة سنة من وقت الزيادة لإنقاص العدد أو تغيير الشركة إلى شركة مساهمة بتغيير الشكل القانوني للشركة. الركن الثاني يتعلق بتقديم الحصص، ومعنى ذلك إحنا بنقدم الحصص معناها حصص الشركاء مساهمتهم في الشركه اللي هنعملها. كل واحد متفق على حصص مثلا نقديه، كل 4 شركاء يعملها، زي ما قلنا زيد وعمر ومحمد واحمد يعملوا شركه، كل واحد فيهم متفق مثلا يعملوا شركه راس مالها 200,000 جنيه، يبقى كل واحد مثلا عليه 50,000 جنيه، ودي بيسموها حصه نقديه. يبقى ده منطقي، ركن تقديم الحصص ده منطقي، الا
والا الشركه والا الشركه سوف تكون باطله. اذا انشانا شركه لابد ان نقوم بتقديم حصص من مال او عمل عشان ننشئ شركه، عشان تبقى شركه حقيقيه، والا كانت صوريه، وبالتالي اذا كانت الحصه الصوريه فان الشركه باطله. اما وبالتالي اشترط الحصه ان تكون ان تقدر في عقد الشركه، فاذا اخفر ذلك اعتبرت الحصص متساويه. كمان المشرع اشترط ان الحصص تقدر في عقد الشركه او تكتب بشكل تحدد بشكل واضح، والا اعتبرت الحصص هنا غير متساويه جميعا. طيب اي انواع الحصص؟ الحصه المشرع المصري يكون المصري قسمها الى 3 انواع: حصه نقديه وحصه عينيه وحصه بالعمل. الحصه النقديه من تعريفها يعني عباره عن نقود، مبلغ نقدي، وحصه دفع مبلغ نقدي في مقابل امتلاك الشريك لحصص بالنسبه لشركات الاشخاص او اسهم بالنسبه لشركات الاموال. في حصه او نصيب الشريك في شركات الاشخاص بيطلق عليه حصه، بنسميه حصه في الفقه في القانون. وبالنسبه لشركات المساهمه بنسميه سهم او مجموعه الاسهم التي يمتلكها الشريك في شركه الاموال. طبعا الحصه قد تدفع نقدا او بشيك او بتحويل مصرفي او باي شكل من الاشكال بيدفع عليه ما بين الشركاء، وبالتالي الشريك عليه التزام انه يدفع الشركه في الميعاد، بدفع الى الشركه الحصه المطلوبه في الميعاد المطلوب عليه. وفي حاله تاخره عن سداد الحصه النقديه ده بيتم جزء الشركه ان ترجع عليه وفقا للقواعد العامه اللي في موجوده في القانون المدني، اللي هي التاخير في الوفاء بالدين النقدي. واذا تاخر الشريك عن الوفاء بالحصه في الميعاد المتفق عليه، المشرع قال كمان ان يجوز سريان الفوائد القانونيه من وقت الاستحقاق لا من وقت المطالبه. بمعنى ان لو كان مثلا على سبيل المثال الاربعه اللي ذكرناهم اتفقوا على انشاء الشركه، وكان متفقين على ان في 1 مارس 2020 كل شريك يلتزم بتقديم الحصه التي اتفق عليها. جينا في 1 مارس احد الشركاء زيد مثلا لم يقدم حصته التي اتفق عليها مع باقي الشركاء. في الحاله دي يجوز، بعد طبعا ما كتبوا العقد وكتبوا عقد الشركه، في الحاله دي يجوز للشركه ان ترجع على زيد بالمطالبه بالحصه المطلوبه منه او الحصه اللي تخصه. ويجوز كمان ان تطالبه بالفوائد من وقت المطالب، من وقت الاستحقاق. يعني هو كان ملتزم بتقديمها في 1 مارس 2020، وهم مثلا رفعوا الدعوه والمطالبه بيها في 1 ابريل 2020، بعد شهر الفوائد تستحق من 1 مارس وليس من 1 ابريل. لان المشرع قال ان الفتره دي لابد ان يعوض فيها الشركاء عن الضرر الذي اصابهم من تاخر الشريك في وفاء بحصته. كمان المشرع قال يجوز مطالبه الشريك بتعويض تكميلي ولو لم يكن سيء النيه. كمان ده ممكن كمان اطالب تعويض تكميلي لو ان الشركاء اصابهم خساره او اصابهم ضرر نتيجه تقديم او جواز نتيجه التقييم الاشخاص ب الشخص هذا الشخص بالتاخر في الوفاء في حصته في الشركه. طب الحصه العينيه كمان المشرع قال الحصه العينيه دي الحصه التي يكون محلها شيء اخر غير النقود، ده النوع الثاني من الحصص، وبالتالي محلها شيء اخر غير المحل النقدي. قد يكون عقار، قطعه ارض، منقول مادي، الات، معدات، منقول معنوي، براءه اختراع، علامه تجاريه، اسم تجاري، نسميها كلها منقولات، سواء كانت منقولات ماديه او كانت منقولات معنويه. طب اذا قدمت الحصه العينيه على سبيل التمليك، فان الاحكام التي تسري عليها هي احكام التي تسري على عقد البيع وفقا للقانون المصري، من حيث احكام قواعد نقل الملكيه وتبعه العلاج وضمان الاستحقاق والعيوب الخفيه. وبالتالي اذا قدمت الحصه على سبيل التمليك وتاخر
الشريك في الوفاء بالحصة العينية، قطعة الأرض مثلا اللي يقدمها أو الآلة أو المعدة اللي يقدمها، تستطيع الشركة أن تطالب الشريك بالوفاء بالحصة العينية الملتزم بتقديمها وفقا لقواعد عقد البيع في القانون المصري. طيب، إذا اتفق الشركاء على تقديم الحصة على سبيل المنفعة، بمعنى أنا هقدم العربية دي مش هملكها للشركة، ولكن أنا هأجرها للشركة أو على سبيل المنفعة، فبالتالي بتنطبق أحكام عقد الإيجار، ويظل المقدم الحصة ملكية الرقبة. يعني بيتفق إن أنا هقدم الحصة هنا على سبيل المنفعة مش على سبيل التملك. طيب، الحصة بالعمل بقى ده النوع السادس من أنواع الحصص، اللي هو بيلتزم فيه الشريك بتقليص كل أو جزء من أنشطته لصالح الشركة، وضعا تحت تصرفها خبرته ومعرفته الفنية والمهنية وموهبته وشهرته. يعني يجوز للشريك هنا أن ينشئ حصة بالعمل عشان يدخل بحصة بالعمل، وده في بيظهر أو في الشركات اللي يكون فيها محتاجين فيها حد يكون فني، زي مثلا لو حابين نعمل شركة إلكترونيات أو شركة برمجة، فنجيب مهندس إلكتروني أو مهندس برمجة يكون مشتغل بمجهوده الذهني أو مجهوده أو حصته بالعمل، ويشتغل بالتخصص بتاعه. ده يصلح نعتمد فيه على خبرته ومعرفته الفنية والمهنية. الحاجة الثالثة أن يكون العمل الحاجة الحصة بالعمل دي لها شروط المشرع، قال لازم يكون العمل مشروع، وبالتالي ما ينفعش إن أنا أدخل بحصة بالعمل. لا يجوز للشخص أن يدخل بحصة بالعمل في شركة يقتصر فيها على متمتع بيه من نفوذ سياسي وثقة مالية، لأن لا يجوز للأشخاص ذو الثقة النفوذ السياسي أو أن يدخلوا في شركات بيبقى اشتراكهم هنا اشتراك وهمي. يعني وجودهم شركاء في الشركة كان نوع يضفي نوع من الثقة ونوع من الحماية على الشركة، ولكنه لا يقدم إسهامات فعلية، أو لا يقدم إسهام حقيقي، ولا يقدم حصة حقيقية في الشركة. وجود بس كنوع من النفوذ السياسي. الشرط اللي بعد كده أن يباشر الشريك العمل الذي تعهد به. يعني كمان أنا العمل أن يكون مشروع، وطبعا أن يكون العمل جدي لا تافه. يعني زي ما قلت، لو قلنا مثلا شركة برمجة أو شركة إلكترونيات، فوجود مهندس برمجة أو مهندس إلكترونيات ده معناه أنه عمله جدي وليس تافه. ولكن الشرط الثالث بعد كده أن يباشر الشريك بالعمل العمل الذي تعهد به بتقديمه كحصة لحساب الشركة وليس لحساب نفسه، مع ذلك انه لازم يتقدم بنفسه للقيام بالعمل الذي يتعهد به او الذي تطلبه منه الشركة. الحصة بالعمل لها خصائص معينة المشرع قال عليها او نص عليها، انها من تعتبر من قبيل الالتزامات المستمرة. يعني الملتزم بها لازم يقدمها كل يوم او كل فترة او مستمر في تقديمها، زي ما مثال قلناه بتاع مهندس البرمجيات ده، لو دخل حصة بمجهوده في شركة وبالتالي عليه التزام انه كل يوم يروح او كل يومين او كل 3، او يبقى موجود دايما، لانه اصلا اشتراكه في الشركة هو يعتمد على مجهوده بالعمل. الحصة دي اللي بتشكل جزء من الضمان العام للدائنين. الضمان العام للدائنين يرد على الحصص النقدية والحصص العينية باعتبار انها تقوم بالمال، انما الحصة بالعمل لا تقوم المجهود. هنا ما اقدرش ان انا لما احجز، لو حبيت احجز على شركة من شركات الاشخاص، احجز على الشركة واحجز على ذمتها الماليه، مش هقدر احجز على المهندس ده واقول احجز عليه هو نفسه، لانه طبعا لا يجوز عملا ولا قانونا ان انا احجز على هذا الشخص. وبالتالي الحصه بالعمل لا تشكل جزء من الضمان العام للدائنين، ولا تشكل جزء من راس المال،
كمان المشرع حظر تقديم حصة العمل في شركة التوصية البسيطة، وحظر المشرع المصري برضو تقديم الشركة بالعمل في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. قال إن طبيعة الشركات دي تتنافى مع حصة بالعمل. طبعا في بالنسبه لشركات المساهمه والتوصيه بالاسهم، طبعا قلنا شركات المساهمه تقوم على الاعتبار المالي، وبالتالي عملا ومنطقيا لا يجوز ان يتقدم احد الاشخاص بمجهوده بحصته بمساهمته كنوع بالعمل كنوع من المساهمه في عقد الشركه. شركه التوصيه البسيطه، التوصيه بالاسهم هي فيها نوع من المساهمين، ممكن الشركات ممكن الطائفه الاولى منهم اللي هم الشركات المتضامنين، هنعرف زي ما نذكر بعد كده ان شاء الله، ممكن هذه الطائفه تشترك بالحصه بالعمل على اساس انها مسؤوله في كل ذمتها الماليه. الركن الثالث بعد كده يتعلق باقتسام الارباح والخسائر، وده ركن جوهري جدا واساس عقد الشركه، بل هو اساس مؤسسة العمل التجاري بصفة عامة. كما ذكرت إن الهدف من تكاتف وتضافر الجهود ما بين الأشخاص ما بين هؤلاء الشركاء هو اقتسام الأرباح والخسائر، وإنشاء هذا المشروع وتوزيع الربح بينهما أو توزيع الخسارة التي نجمت عن ممارسة النشاط. طيب ايه هو المفهوم الارباح؟ لو جينا بنتكلم على ارباح توزع الشركه، كل كسب مادي او مالي يؤدي الى زياده ثروه الشركاء. يعني الربح المادي هنا لازم يكون كسب مادي يؤدي الى زياده الثروه، يعني يدخل يعمل زياده ايجابيه في ثروه الشركاء بحيث يكون كسبا ذات طبيعه ايجابيه، يعني يؤدي لزياده الثروه. وبالتالي الربح كمان اللي يوزع من الارباح الماديه الصافيه، والارباح الماديه الصافيه دي طبعا بتاتي من الفرق ما بين الارباح الاجماليه والمبالغ التي نص عليها عقد الشركه كمصروفات او اجتماع العرف كمصاريف عامه زي تصريف شؤون الشركه اليوميه والاحتياطات النقديه والاستهلاكات والضرائب، دي كلها مبالغ او تستقطع من الأرباح الإجمالية عشان نطلع منها الأرباح الصافية. الربح هنا اللي يوزع هو يقصد به هو الربح الأرباح المادية الصافية بعد خصم الاستقطاعات وفقا لطبيعة كل شركة. طيب كمان المشرع بيشترط أن يكون الربح حقيقيا، يعني ناتجا عن الزيادة في الأصول على الخصوم بعد إجراء الجرب. وبالتالي الشركة لا تستطيع استرداد الأرباح الحقيقية حتى لو كانت لم تحقق أرباح في السنوات التالية. يعني إذا كانت الشركة قامت في إحدى السنوات بتوزيع أرباح حقيقية على الشركاء، لا تستطيع الشركة أن تسترد هذه الأرباح الحقيقية إلا في حتى لو منيت بخسائر في السنوات التالية. بالعكس طالما أرباح حقيقية، على العكس يجوز للشركة أو دائنية إجبار الشركاء على رد الأرباح الصورية. مثلا نفترض إن الشركة كنوع من ادعاء الثقة الائتمانية، كنوع من ادعاء أو من محاولة إظهار النجاح في السوق، وكنوع من محاولة إيهام الغير بنجاح الشركة، قامت بتوزيع أرباح صورية على الشركاء على الشركاء. في هذه الحالة يجوز للدائنين المتعاملين مع هذه الشركة أن يجبروا هؤلاء الشركاء على رد الأرباح الصورية التي قامت الشركة شركتهم بتوزيع عليها، حتى لو كانوا أشخاص هؤلاء الأشخاص حسن النية، لأنه أصلا يجوز لكل شريك أن يحق له الاطلاع على كل تفاتي الشركة ومستنداتها، وبالتالي عليه يجوز له وفقا للقانون ان يطلع على كل هذه الدفاتر وكل هذه المستندات، وبالتالي يجوز له معرفه حقيقه المركز المالي. فاذا ارتضى هذا الشريك ان يقبض ارباح صوريه، جاز للغير المتعامل مع هذه الشركه ان
يطلب منه أن يطلب منه رد هذه الأرباح الصورية. بس الاختلاف بالرد هنا يختلف حسب باختلاف شكل الشركة في عند توزيع الأرباح من الاحتياط. شركة التضامن مثلا لا تلتزم، لا يلتزم الشريك بالرد ولا حق الاحتفاظ بالربح، لانها غير ملتزمه اصلا بتكوين احتياطي نقدي. احنا عندنا في كل شركه في قانون، في شركات المشرع الزم انها تكون احتياطي نقدي. احتياطي نقدي ده مبالغ تجنب سنويا من الارباح عشان نعمل بقى احتياطي نقدي لاي عمل، لاي ظرف طارئ يرد اثناء حياه الشركه. شركه التضامن وفقا للقانون غير ملزمه بتكوين احتياطي نقدي، انما مثلا شركات المساهمه وذات المسؤوليه المحدوده دي ملزمه بعمل احتياطي نقدي لمواجهه اي عوارض او اي طوارئ قد تطرا اثناء حياه الشركه. طيب اذا قامت شركه التضامن بتوزيع ارباح صوريه من الاحتياط النقدي اللي هي اصلا غير ملزمه تكوينه، الشركاء هنا لا يلتزمون بالرد لان اصلا الشركه غير ملتزمه قانونا بتكوين الاحتياطي النقدي. طب على الجانب الاخر، شركات المساهمه اذا قامت بتوزيع ارباح من الاحتياط النقدي المجنب فانها لو الشركاء يلتزمون برد هذه الأرباح السورية، لأن الشركة ملزمة بتكوين احتياطي نقدي والأرباح التي وزعت من هذا الاحتياطي، وبالتالي فهي لا تعبر عن دخل حقيقي أو عن زيادة إيجابية في ذمة أو في ثروة الشركاء، بل هي وزعت بشكل سوري من الاحتياطي النقدي للشركة. إيه هي الخسائر اللي تحملها الشركاء؟ الخسارة هي كل خسارة مادية أو مالية تؤدي إلى نقص في ثروة الشركاء. زي ما قلنا إن الربح يؤدي إلى زيادة في ثروة الشركاء بشكل بوزيتيف، بشكل إيجابي. النقص تؤدي الخسارة تؤدي إلى نقص نيجاتيف في بشكل يؤدي إلى نقص في ثروة الشركاء، وبالتالي لازم يكون من طبيعة إيجابية يؤدي إلى نقص في قيمة الأصول. فبالتالي لا يعد خسارة مثلا عدم فوز الشركة بمناقصة مثلا ما، يعني مثلا اللي في فاتحة صفقة أو فاتحة مناقصة ده لا تعد خسارة، إنما إذا دخلت المناقصة دخلت المزايدة أو دخلت المناقصة أو دخلت المزايدة على حاجة ورسيت هذه المناقصة على الشركة ثم منيت الشركة بخسارة نتيجة هذه المناقصة أو نتيجة إجراءها أو تنفيذها لهذه المناقصة فيما بعد، فهذا هو الذي يعد نقص في الثروة، وهذا هو ما يعد الخسارة بالمعنى القانوني. طيب إذا استمرت الشركة في تحقيق خسائر إلى حد نفاذ رأس المال كله أو بعضه، فيجب على الشركة في هذه الحالة حل الشركة بقرار منه. طيب إيه اللي بيحكم توزيع الأرباح والخسائر؟ الأصل أن توزع طبقا لما يتفق عليه الشركاء في العقد، فإذا خلى القانون من لأن كل المدني خلى من قواعد تحديد الأرباح والخسائر. طب إذا ما بين العقد نصيب كل الشركاء في الربح والخسارة، كان نصيب كل منهم بنسبة حصته في رأس المال. يعني واحد دافع 20% من حصة رأس المال يبقى ياخد 20% من الربح ويتحمل 20% من الخسارة بشكل مبسط جدا. طيب إذا اتصل العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح، يعني الشركاء هم بيكتبوا العقد طبعا لأن هم يعني داخلين بروح الفريق وهدفهم تحقيق الربح، فكتبوا توزيع الأرباح، قالوا ان توزع الارباح على الاشخاص الشركاء بالنسبه الاتيه: زيد 20%، عمر 40% وهكذا. وعلى الجانب الاخر لم يضعوا نسب الخساره. في الحاله دي المشرع بيقول انه النسب المعينه في الربح تعتبر هي النسب المعينه في الخساره او العكس، حددنا الخساره ونسينا نحدد الربح، يبقى نسب الخساره هي نسب ايه؟ الربح. إذا كانت حصته مقتصرة على عمله فقدر نصيبه تبع لما تفيده الشركة من هذا العمل. يعني احنا بنحدد حصته في العمل، هنحدد ازاي بقى نصيبه في الربح ونصيبه في الخسارة. طبعا نصيبه في الربح بيتحدد على اساس احنا بنقيم العمل بتاعه والشركة بتستفيد ايه من عمله ودي الجزء من هذا العمل. العوامل بتقول ضوابط عمليه توزيع الارباح بتقول ان ضروره مساهمه كل الشركاء جميعا في الربح والخساره، وبالتالي يقع باطلا الشريط النقدي بمنح الشريك كل الارباح وبتحمله كل الخسائر، وده بيعرف في القانون المصري بشرط الاسد.
والقانون المصري بيعتبر ان شركه الاسد اللي بتحتوي على شهود من طبيعه من هذه الطبيعه ومن هذا من هذا الشكل تعتبر شركه باطله، فيبطل الشرط وتبطل الشركه، والشرط ده معناه الانتفاض على اعطاء احد الشركاء كل الارباح او تحمله كل الخسائر. كمان يبطل شرط الفايده الثابته اللي يجب حصول احد الشركاء على نسبه معينه من الارباح ايا كانت نتيجه الاعمال اللي تورثها الشركه، سواء حققت ارباح ام لا. يعني لو الشركاء اتفقوا مع بعض مثلا جم عند مصطفى قالوا ان الراجل ده يحصل على ارباح كل سنه حتى لو الشركه بتخسر، ده اسمه شرط فايده ثابته وده شرط باطل. كمان الشركه بتقول ان يعد محرما قانونا الشركة الشرط الذي يوافي احد الشركاء من تحمله جزء من الخساره، باستثناء طبعا الشريك بالعمل، لان الشريك بالعمل هنا مش هيتحمل في الخساره لانه اصلا خسارته هنا بتاتي من نتيجه ان هو بذل مجهود ولم يحصل على مقابل نقدي او على جزء من الارباح، فبالتالي خسارته هنا تعتبر خساره للمجهود الذي بذله في الشركه ولم يحصل على ارباح، وبالتالي فلا يكون الشريك قد قرر اجر للشروط اقتصاد الحصه في حصة الشريك على تقديم عمله. أن يكون كمان الشركة قررت، يعني كمان الشركة شرط ألا تكون قد قررت أجر نظير هذا العمل. أصل البطلان زي ما قلت القانون المدني المصري قال إن يعد عقد الشركة باطلا إذا اتفق أحد الشركاء على ألا يساهم في أرباح الشركة أو خسائر. الركن الرابع اللي بعد كده هو ركن نية المشاركة، وده الركن اللي نص عليه المشرع المصري، المشرع الفرنسي اصلا لم ينص عليه او لم يعرفوه، لكن اشاروا لنيه المشاركه، لكن معرفوه لم يعرفها المشرعين الفرنسي والمصري نيه المشاركه، لكن الفقه عرفها بانها اراده الشركاء في التعاون الايجابي بهدف تحقيق الغرض الذي قامت من اجله الشركه. يعني ان هم عندهم فعلا رغبه، لو مثلنا على المثال بتاع مجموعه الاربعه اللي ذكرناهم، يبقى نيه المشاركه معناها ارادتهم توجههم بشكل ايجابي بشكل جدي انهم يتعاونوا بشكل واضح جدا وبشكل صريح في تحقيق الغرض الذي قامت من اجله الشركه للتعاون. وبالتالي ليه الشروط اللي لازم يكون ايجابي وارادي ايجابيا وراضيا؟ انه كمان يكون على قدم المساواه، يعني كل شريك يتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الشريك الاخر، والمساواه كمان ليست مطلقه، بمعنى هي مساواه نسبيه، لان احنا مثلا لو اتفقنا ان لو قلنا الحصص موزعه على الاربعه دول بالتساوي كل واحد 25% من الحصص، يبقى هنا معناها ان المساواه بينهم مساواه حسب النوع الحصص. طب لو افترضنا ان واحد فيهم هو اللي واخد 50% من الحصص، ده معناه المساواه هنا بتقول انه يحصل على الحقوق التي تقابل 50% من حصص الشركه، ويحصل باقي الشركاء على 50% الاخرين. وبالتالي المساواه هنا ليست مساواه مطلقه، لكنها مساواه تتطابق تتناسب مع مساهمه كل شريك في الشركه، وليست بالضروره ان تكون مساواة كل الشركاء مساواة متطابقة. إن شاء الله سوف أكتفي بهذا القدر عند أركان الموضوعية العامة أركان الموضوعية الخاصة، وإن شاء الله في اللقاء القادم سوف نبدأ في أركان الشكلية لعقد الشركة. ألقاكم على خير إن شاء الله، وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.